اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمن محمد صلى الله عليه وآله، يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا مولانا يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا مولاتنا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيه. أيها المجتبى يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا مولانا حسين ابن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا
قدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا مولانا يا علي بن الحسين أيها السجاد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله قدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا مولانا يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك.